مرحبا، ان شاء الله تكوني تمام. اليوم جبت لكم اغرب القوانين حول العالم، صراحه فيها العجب العجاب. فاللي سنوا هذه القوانين انا فين عقلهم كان؟ انا مش عارفه. فقبل ما نبدا الفيديو اقول لكم ايش هي القوانين. اول حاجه، اذا كنتوا اول مره بتشوفوني فيها لا تنسوا تعملوا هذا الفيديو لايك، تشتركوا في القناه وتشاركوا هذا الفيديو مع كل اصدقائكم، سواء هذا الفيديو او اي فيديو عجبكم شاركوا مع كل اصدقائكم على مواقع التواصل الاجتماعي. والان خلونا يلا نبدا الفيديو. في ميلانو بايطاليا في قانون بيقول لكم انه يمنع منعا باتا على المواطنين عدم الابتسام، يعني لازم المواطنين يبتسموا 24 ساعه، واذا ما ابتسموا هذا الشيء بيعرضهم لغرامه ماليه كبيره. وكمان في عندهم اوقات ممكن انهم فيها ما يبتسموا، اذا كانوا في المستشفى او كان حد من قرايبهم مريض او كانوا في العمل او كانوا في العزاء، فهنا يحق لهم انهم ما يبتسموا. اما غير هذه الحالات فايش اللي يمنعهم اصلا من انهم يبتسموا؟ غصبا عنهم يبتسموا ولا راح يدفعوا غرامه. في بريطانيا يمنع منعا باتا على الاطفال اللي اعمارهم اقل من 10 سنوات من انهم يشوفوا الملكان تبع الملابس. عرفتوا الملكان اللي التمثال اللي بيلبسوه الملابس عشان يعرضوها؟ ممنوع على الاطفال اللي اعمارهم اقل من 10 سنوات انهم يشوفوا هذا الملكان، واذا شافوا فيتغرم الاب والام، يعني الاهل يتغرموا غرامه ماليه. يعني هو بالعقل، يعني كيف راح تضبط عيون طفل صغير عمره أقل من 10 سنوات؟ في اليونان يمنع منعا باتا على الزائرين أو السواح إنهم يلبسوا كعب عالي، خاصة في المناطق الأثرية، لأنه بيقولوا إنه هذا القانون بسبب إنه ممكن الكعب العالي يأثر على الآثار تبعهم أو المناظر الأثرية ويلحق الأضرار فيها. يعني إيش دخل الدعسة في ممكن، يعني يمكن قصدهم على الأرض. سبحان الله، لله في خلقه شؤون. من المعروف في المدارس انه الكل بيغش، يعني ما في حد ما بيغش. انا صراحة ما كنت بغش لاني خوافة اصلا. بيقولوا في بنغلاديش اذا امتسك الطالب وعمره اقل من 15 سنة وهو بيغش، فانه في طبعا في الاختبارات النهائية فانه يحكم عليه بالسجن وكمان العقوبة المشددة. يعني شوفوا كيف غشة ودته ورا الشمس. الحمد لله ما عندنا هذه القوانين، كانت في بعض المناطق كان كلهم عيالهم بالسجن بسبب الغش. في انجلترا بريطانيا يمنع منعا باتا للموت داخل البرلمان، لانه البرلمان عندهم مكان ملكي، فلذلك اي حد راح يموت داخل البرلمان فانهم هم راح يعملوا له جنازه ملكيه، راح ينكسوا الاعلام علشان لمده 3 ايام، فعلشان كذا يمنع الموت داخل البرلمان. حتى يقولوا لكم اذا كان حد تعبان او حسوا على حد تعبان هو داخل البرلمان على طول يتم اخذه الى خارج البرلمان علشان ما يموت داخل البرلمان، لان هذه تعتبر منشاه ملكيه، لان هذا راح يكلفهم كثير. فإذا في هذه الحالة، إذا الواحد جاء يومه وجت ساعته يقول لعزرائيل لحظة استنى بس انزل دقيقة بس انزل برا البرلمان وبعدين تعال خذ روحي. يعني قانون جدا غريب. هذا القانون في جورجيا بيقول لكم إذا كنتوا في جورجيا وكنتوا بتملكوا دجاج ممنوع تخلوا الدجاج يقطع الشارع، وإذا الدجاج قطع الشارع أنتوا هنا راح تتعرضوا لمخالفة ممكن تؤدي للحبس. ليش؟ لأنه عندهم الدجاج له قدسيته الخاصة، يعني الدجاج إذا كان مقلي ممنوع تاكلوه بالشوكة والسكينة يعني تجرحوه كذا، أنتوا لازم تاكلوا الدجاج المقلي بإيديكم. قانون في ألمانيا بيقولكم لما بتمشوا في الطرق السريعة لازم تكون السيارة مليانة بترول، إذا كانت مو مليانة بترول فهنا صاحبها السائق بيتعرض لغرامة مالية. طيب وإذا كان البترول عندهم معدوم إيش يصير؟ يجي يساربوا عندنا في الطوابير تبعنا. بس على فكرة هذا القانون أعتقد أنه كويس. ليش؟ لأنه بيحافظ على سلامة الشخص. طيب لو انقطع والطريق كانت طويلة وانقطع في سبل وما لاقي محطة يعبي فيها بنزين، فأوكي هذا القانون أنا معه. بعد في سنغافورة يمنع منعا باتا مضغ اللبان واستيراده وتصديره إلا باستشارة طبيب، يعني إذا حد حابب يمضغ لبان في سنغافورة فهو هنا بيخالف القانون. وكمان مسموح لهم بس بمضغ لبان النيكوتين
ايش هو هذا اللبان، انا مش عارفه لبان النيكوتين، مش عارفه على ايش يحتوي. المهم بس المسموح لها يمضغوا لبان النيكوتين، وكمان بيقولوا انه بوصفه طبيه لازم يكون الطبيب هو اللي وصفه للشخص. طيب ليش سووا هذا القانون؟ لانه الناس بتمضغ اللبان وبترمي، فهم تعبوا كثير وهم يلملموا ورا الناس وينظفوا ورا الناس، فهذا الشيء كلفهم مبالغ جدا طائله، فعلشان كذا سنوا هذا القانون من سنه 1992. يعني شوفوا من متى وممنوع حد يمضغ اللبان في سنغافوره، وكمان اللي بيمضغ اللبان في سنغافوره حيدفع غرامه ماليه قدرها 500 يورو. ايطاليا فيها قوانين جدا غريبه، مثلا عندكم في مدينه اسمها تورين، هذه المدينة إذا ما مشيت كلبك 3 مرات في اليوم فأنت راح تتغرم. ليش؟ لأنه الكلب حرام نفسيته راح تتأذى إذا هو جلس طول اليوم في البيت، فلذلك لازم تمشي الكلب على الأقل مرة أو مرتين في اليوم، وإذا ما مشيت كلبك فيعني هنا راح تتغرم غرامة مالية قدرها 500 يورو. فالأفضل إنه ما حد يربي كلاب إذا كان في إيطاليا، يعني بيعاملوها أحسن من معاملة البشر. إحنا البشر بنجلس أيام في البيت وما بنطلع، وما حد يغرمنا عشان إحنا ما بنطلع عشان صحتنا النفسية، وهذا علشان كلب لازم صحته تراعي صحته النفسية، وتخرجه في اليوم 3 مرات، وإذا ما خرجت عليك مخالفة مالية، يعني خلاص هروح أموت. المفروض هنا يغروا، يعني يقولوا المواطن مش الإنسان، إذا جلس المواطن في البيت لازم يغرموا أهله 500 دولار. ليش؟ علشان ليش ما يخرجونا؟ مو ما يخرجوا كلاب. في روسيا في مدينة موسكو ممنوع منعا باتا تمشي والسيارة وسخانة، لازم السيارات كلها تكون نظيفة، إذا السيارة كانت وسخانة فصاحبها يتغرم غرامة مالية قدرها 100 دولار. طبعا هذا القانون كمان موجود في بعض الدول العربية، هذا يعني بصراحة هذا نفسي كمان يتطبق عندنا في بلدنا. ليش؟ لأنه كل السيارات خاصة مع المطر بنشوف بلاوي في السيارات، جمالها بيضيع، فهذا القانون لا حلو، بيخلي حتى منظر المدينة جدا حضاري. في قانون في الدنمارك بيقول إذا دخلتوا المطعم وطلبتوا وجبتكم وأكلتوا بس ما شبعتوا يحق لكم إنكم تخرجوا من المطعم بدون ما تدفعوا الفاتورة. هذا الشيء أعتقد إنه حرام، راح يسبب خسائر لأصحاب المطاعم، بس برضو فكرة حلوة. ليش؟ علشان يزيدوا في حجم الوجبات، كل وجباتهم راح تكون مشبعة للأفراد، والله حلو. وكمان في الدنمارك لازم قبل ما تشغل السيارة وتمشي فيها لازم تتأكد انه تحت السيارة ما يكون في اطفال نايمين عشان ما تدعس عليهم. اوكي هذا قانونهم، بس السؤال الاهم هو ليش الطفل راح يجلس تحت السيارة؟ يعني كذا عيالهم 24 ساعة مقضينا تحت السيارات نايمين، يعني غريب كذا حبتين. في الصين، الصينيين لازمهم كذا حلقة لحالهم انه اعرفكم ايش القوانين اللي عندهم، لانه فعليا عندهم قوانين جدا مهبولة مجنونة كذا حبتين. مثلا عندكم اذا شافوا شخص في الصين يغرق يمنع منعا باتا انك تروح تنقذه. ليش؟ لانه خلص هذا هو يومه وهذا هو قدره، يعني ليش انت راح تنقذه وراح تتدخل في قدره؟ لا، ممنوع حد ينقذ شخص بيغرق. هما يعني كذا شكلهم حابين يقللوا العدد السكان. اعتقد انه هذا القانون الكل بيعرفه، انه في الصين ممنوع انه يخلفوا اكثر من طفلين فقط. يبقى عارفين انه ايش هي العواقب اذا هم خلفوا اكثر من 2، اكثر من طفلين. العواقب هو اول حاجة بيخسر وظيفتهم، ثاني حاجة بيتم هدم منزلهم ومصادرة جميع اثاثهم، يعني بيخلوهم على الحديدة. فوق هذا كله دفع غرامة مالية. في فرنسا يحق لكم إذا كنتم أنتم 2 مخطوبين أو كان في بينكم علاقة، يعني كنتم متفقين على زواج وكذا، ومات واحد فيكم، فيحق لكم إنكم تتزوجوا حتى لو مات، يعني تتزوج واحدة ميتة أو تتزوجي واحد ميت عادي، يعني عندهم شكلهم بسبب الخلود ما بعد الموت ومش عارفة ايش الكلام هذا الكبير ما دخل فيه الآن. نجي للقانون. حق لكم انكم تروحوا تقدموا للدولة للمحكمة اي اثبات بانكم انتم كنتوا على علاقة مع بعض او كنتوا انتم مخطوبين، تقدموا صور وكذا، فالدولة هنا تشوف فيما امركم وتعادي تزوجكم، ولكن يشترط كمان في ان الزواج تجيب معك 2 شهود علشان يشهدوا على الزواج. عادي تتزوج خطيبك اللي توفى او تتزوج خطيبتك اللي توفت، فعادي يعني حد سوى هذا القانون. يعني تسأل إذا مين متزوج؟ لا والله زوجي مات. طيب كيف مات؟
يعني انت متزوجه الان، متزوجه وشوفوا دبلته في ايدي، بس وينه؟ في القبر. ايش استهباله. اللي بعده، في استراليا تنتهي ملكيه الاشخاص بعد 15 سنه، يعني في قانون بينص على انه لو انت ما رحت لبيتك ولا شفته وانتقلت منه وخليته مهجور لمده 15 سنه بيتحول ويعتبر مال عام، يعني اي حد من المواطنين عجب البيت وراح اثثه ورتبه فهذا البيت ينتقل ملكيته له، هذا قانونهم. وحتى اذا جاءوا ورثه ويبغوا هذا البيت ما يعطوهم البيت لانه خلاص مرت 15 سنه وما حد سال عليه. لو يشوفوا هنا البيوت عندنا من 100 سنه ما حد يجي يخلوها خراب عادي، يعني يخلوها بيوت مهجوره وعفاريت ويجون وما حد والكل يخاف منها، هناك لو شافوا بيت مسكون لا يدخلوه. سبحان الله. وبكذا نكون وصلنا لنهايه الفيديو، ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم. لا تنسوا تحت تقولوا لي في الكومنتات ايش اغرب قانون انتو كده لفتكم وحبي، يعني كده استغربتوا له زيادة. بس والله وصلنا نهاية الفيديو، ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم واستمتعتوا فيه، وانا اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.